بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جهادو بنار التزدار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدوية في خلاكي داش برنامج تابعيان اجر خد حاسة من دلسير جانما طبيعيه كذي راستين تروش السر حياة و هر وسا علاقت و پیوان دیاوی گل خوده و پرستن و طاعتوی با رب العالمین خوش عزیز صحابی پیروز انس بن مالکی عبدک هبی ادگوتنه سیرین گردناوی آزا کر اترکا خود تعالی دا یعنی امام انس انس بن مالکی سیرین عبدخواه آزا کر پشتی هاتی آزاد و آزادی خواب دستخواب و اینای سیرین بخوا الشولا کی گرها و هر وصا ویا بخوا جنکا کی جی بینتن شول بخوا دید آمانت سفری چهت و فایده اکی گلگ الکی باش بو ابداز وحاد کی جی بخواه گرها برا خدای امام ابو بکر رحمت خود سر به جاری های هاید گتنه صافیا گلگ یا برکتی بیب اخلاق و دیانت گوته امام انس از حسد کم تبت شی بومن صافیه جاريا امام ابو بكر بخوازی انا بن مالک چو دف ابو بکر گوتی از حس کم تو صافية بدیا سیرینی امام ابو بكر گوتی تو بو أخلاقيوي وی بيجي انا از بن مالک گوتی پشت راز با شروجا کو سیرین دف من نف مالا حتا اها وی لحظه حتا من گردانوی جی من تمتی سر دریزی جی که مکاسی نل اخلاق و نل دین و من ندیدیه از کفاله تاوید کم جاریا خواه بده سیرینی خوش کو عزیز دعوت اکا خوش بو سیرینی ها تا کرن صحاباتي صحابات دا و فقیه اوه دعوت و اوه زواج خود تعالا بشتي دانسالا و صافیا ماین رب العالمين كرّك دای ناوی محمد محمد بن سيرين. ورن گل انشاء إن دیوانه الله ودا افي سرحاتي هاتيا بيكين محمد بن سيريني اف يعني تابعية هنديه بيروس خشكو برايت عزيز محمد بن سيرين الدومايكا خلافه امام عثمان هاتا سر دنياي هار الدزبيكا خواه السي صاليي سيريني محمد فريكرا مزجفته والحلقات تقلبي والدرماندوري الصحابه كومبي او اخلاق او روش او زانست او علم بخوا صحابت پیغمبر اسلام خدای سربن ورغرت پشتي امره يه سيريني به بورم پشتي امره يه محمدي چې مازم بي حسابيه زركره بابي سيريني کړې خوا او جنخه خو مولا خوا نقل کړ ايش مدینہ پیغمبر اسلام خدای سربن اينه وا غواست بره بصره اول وير محمد بن سيرين ما ظنت بهتن و وكي قوتي بتا جهيلا كي غلاغلاكي بركاتي اه... موقفه هل يستتوي ادجل خلقي بصراو و قشت علامه اسلامي هند مازن و بر فرحن و نا نائنه هجماري باشتي نا ودنج محمد بن سيريني الچار كنار دولتا اسلام بلاوبين عالمكي غلاغلاكي مازن مرو وكيب اخلاق و راشت و يب رحم وهاري كارو باشتوان بفقير و جاره و مظلومه باش طبعا محمد بن سيريني خدي جرازي بتن قوتي روجا انكو جيانا خوا دابش كربي السر دا, دا علمي وعبادتي وهر وصبو كارو كسبا دنيا يجي النفجة سحاري آمادة يا بصرة حتى روش قدرك بلند بي الحلقات العلمي يعني بردوام اتراوستا بخاء علم الزانش صحابة بيغنبري وطابعية ورغير حتى بري پشتی نیو داشت دا شت خبر تسیق و بازار او دا بخواه کدو کسب که حلال کتن و وقتی بیشف جی دا ایک یعنی يعني دا قستا محرابا مزگفتی کتن و حتا سحار سردار پیا اطراوستا پرستنا خود تعالات کر قرآن تخوان و دگل دا جی روهندک اشتاوی توی تاتنه خواره خوشکو برایت عزیز محمد بن سیرینی گوته دو درهمات من إنا محمد بن سیرینی حاشا گوته تو نوائیت بیجی چو پارتل دف من نينن. اینا اوی زلامی گوتا محمد بن سیرین تو دستین خویب قرآن کو دو درهمتمن همیت من گوتی بله از دستین خم اینا محمد بن سیرین دست خوال قرآن دا گوتی دو درهمت تا حق الدف من نینن. و پشت اینگی او ظلامه چو خلق لیکن بی گوتی باشه یا یا محمد بن سیرین گوتی چواد تو بود دو در همه اشمال دنیا دست خوال قرآن دی و باب خواب خواب جاوید خوادید بری چند روشه که در بایه چل هزار دینار زیری مال دنیا تا تلفان تا پیچ کرد فی سبیل کچک و پیچه که گمان و شک بودر سرچه بی پاشی اگر خود حس کتن انشاءالله شغلا دی بحث اوی قصات جیکین. اینا محمد بن سیرین گوته اول دارو برید خواه گوته من یقینت زانی صاد استاده گوته من زانی پاردویل دف من نینن و جا اگر من نستین خوار با لازم من پاردابانه و جا اختیم پاردابانه دا دو درهمت حرام چت زکیوی و دا اغوتی منوی حرام داخلي لشووي او عياليوي بهته خوشکو برايت عزيز ظلامكي حواله شوال تجارتي كه خاطرخواجه خواس غوتيدكي واچي غوتيدچما سفر او تجارت او بازرگاني اينه دستخوا دينا سرمليوي او حتا جبوجيري بصره دري خستي بشتي خاطرخواجه خواسي غوتي اي حوال غوتي بلي غوتي هشيار با غوتي او قدره رزقي او خدت علا بوتا نفيسي اب حلالي الديفره او بحلالي وربيګره

ديوان عمر بن هبيري برا خداي حيبت عالمك جل جل بركتي و خراجر و تير علم و زانست و مروفك بأخلاق و قدري بيجرت و برا محمد بن سيرين يعني مسألة ديني و علوم شرعي جل شهرزايا انا عمر بن هبيري قوتي تا وقتي تش هاتي تا خلقي بسرا شوا ديت انا أه يعني محمد بن سيريني قلت عمر بن هبيري قلت بصرة شنا ما يدي دخن ظلم و تعداري يالي بلاوة و تل سر تخت خواه الفيري رينشتي تا آجاش باية تل كي وي تبو چناعي وكي تبو بصرة يعني اه مروه تاوانبار مروه ظالم مروه ببخت دست پتوانا بشكيني دا عالم رحت آرام وكي قلت جيانا خواه الدنیاية الباجر بصرة بنا سري وقت اف اخفتنا دجوار قلت عمر بن هبيري يا هجيا بيجين برازايح يعني محمد بن سيرين يجي قال ببرازاي خو قال خبر ببرازاي وي قالك ترصا كو عمر بن هبيره دزلا بيجت خنجره خو وبيتا محمد بن سيرين بكوجت انه وصا ملي خو وصا انيش كو خال ملي يا محمد بن سيرين هر فيا اه هشيار كتو بيجت اوا كوتكا عمر بن هبيره يا تو صب جواري قالت اخبي دي تاكوجتن انه محمد بن سيرين البرازاي خو زفري بدنكي بلن قلت بسيارش متكت نا بسيارش تتكت تبع عجيش ترصادا قلت خد تعالى فرمان الزانا وعلماء كري يعني حقي نبشر راستية بيجن وآتا قرآن بيجن ومن يكتمها فإنه آثم قلبه قلت او كسك حقيقة بشرة دليوي حاشا سرقف كش اشوكي قلت جنها وبيساتي ونجاستي انا بشتهين قلت أه محمد بن سيريني خاطر اش عمر بن هبيرة خاص و اش دیوانا وی وقت البر درگهی دا اش دیوانا وی عمر بن هبی رای دست هاویتی کسکا کی زیرا سه دا دست داف داف محمد بن سيريني محمد بن سيريني جارا او بارات رد كرن قوتي من اف بارا نوين بشتي در كاتي نشوير برازاي مام او بارا نوار گرتن پاني مبلغا كي گلا گلا مازم بي خلقا دي جليزي خلق بو في مبلغي بارا تخواري محمد بن سيريني قوتي اي برازاي من قوتي ويد فيا اب ويد في تيركي ازماني من ببرت از ادي حقي البرامبري وي نبجم ومن نفت ازماني من بلكي أزمان من يأزاد بتن همي وقتا او حقیه خود تعالی فرمانم پیکری اسو حقیه الناف جاوید ظالمه بدم خوش برایت عزیز دا بین سر چل هزار دینار زیری اویت محمد بن سیرینی یعنی وکی گوتی تلف کرین و پیچ کرین چونکو گمان سر محمد بن سیرین هر وکی ما گوتی راست و یه حلال خور جارا که زیتش ای کری باید چل هزار دینار زیری زیت یعنی زیتا خوارن جه کری باید هزار دینار زیری او جرت زیتې همې اینا نه مال پښتي وغه واستین جره کشوانا درې وی فکر بر خدای مشک یک زیتې دا مرار بی محمد بن سیرین ما عجيب ګرتي ګوتي باشا په با هګر اف جرکه زیتې اف مشک ته دابه تن کید بهشت اف جرکب تنی حاشا نجاست او پیساتی مشک امرار یته دا ما کید بهشتن اف مشک امرار نکتیه معصره دا معصره او آمان مازنا أوي يعني زيتينا تدا اتبرشقين دابكنا زيت بجا كيد بيجتن اف مشكيها نكتب مصر دا معصر دا نكهات يا كتيات في بمعنى أخفتنا محمد بن سيرين هرويكي وصى هزر أف زيتها ما همي يا نجس بيو مشكي مرار يا دا ونابتن أوي زيتها يعني فروشتن محمد بن سیرینی هزار خواکر ګوتی ما بوچی ازل خدان نازو رینم به مزیتاته یا طبہ پاش دسوه زوری ګوتا خوا ماكيد به خدان دی اوی زیت تجارت کادی بعفروش ته خلکی انکو اپوی نجاسته و استرس فروشت خلکی رابی او جرد زیت همی با 40000 دینار زری او زیت بر سر لیوا گیوندک همی رشت او برای خلکی او خلک ما عجيب ګرتی خوش کبرایت عزیز یا حجبه جین يعني محمد بن سيريني اف زيتها ابكري بي بدين يعني مؤجل هر بيجن فلان روجي دي باشي بشتي اسفروشم دي يعني باريتا دمتا او دمهات او دم محمد بن سيرين يعني باريت زيته بدتا خداني خدان هات باريت محمد بن سيرين يقول حال مسألة منو زيتاتا اونا من بارانين افضل ما خدان زيته شو دف والي والي جابا محمد بن سيريني فريكر محمد بن سيرين كرا سجنيفا چونكو ديني افي بازرگاني ها محمد بن سيرين مات سجنيفا در گهوان سجني پشتي چند روزا كا برا خداي اف عالم هند بركتي خداني وي پرستني وي عبادتي بشوي حتى سِحَارِهِ قرآن و هر وصا و هر خود ده، غوتة محمد بن سيريني غوتة سيدا غوتة بلى دلهم غوتة بتتصورشة أو توقف عالم الهند بركاتي أو تستجنبها. أز دي دليل في دماغ تهر شف مغرب بتشي ناف عياله خو بل سحار وقت تنو جاس سحار كجارة قد يورس تستجنبها يعني إيج جدا خلك دوالي نزغنة کو از تبردم هر شف و هر وساطه جیده چیناف عیال خواه و ده کیفام و اید اینا محمد بن سیرینی گوتا اوی در گهوان سجنه گوتی اصناب مهاری کار ادگلتا با نگهداری ها ولی امری آنکو توی نگهداری ولی امری که بیوی تو دیمش در ایخی از بچمه مالا خواب زفرم و وجاده چوا هاری کاری ها تکم بو وی نگهداری ها بو ولی امری خوشکو برایت عزیز طبعا ادبیجن محمد بن سيرين مات سجنبا حتى أنس بن مالك خده جرازي وفات كريت شوية بردلو فانيا تعالى بري بمرتن إمام أنس بري بمرتن وسات كربي قبلا محمد بن سيرين بيت من بشوتن و من كفن كتو و يعني نفيجه المبكتن خشك برايت عزيز وقت أنس بن مالك فرماء يعني أمره خود تعالى كري خلق شو جوتا والي جوتا وصيته إمام أنس محمد بن سيرين بيتن وي بشوتو كفن كتو ونواجي كتن والي دار فدا جوتا هرن محمد بن سيرين سجن در بلا بشتن حتى إمام أنس يعني داخلي قبريت كن محمد بن سیرینی گوت والله از اش سجنه نا در حتی خودان دینی نه اید من یعنی اوجی گردنا من آزاکت کد بید من از دلی بید دمتا تو بچی انا از بن مالکی بشوی حتی تو نویجید که حتی تو داخلی قبرید کی اینا اب والی رازی نبی ابتنه چنکو خدان حقی خدان زیته را بشنی که خلق چون نه یعنی خدان دینی گوتی تو ده هیلی محمد بن سیرین بچتن يعني بيت امام انس بشوتنو بشتين جره قدي بزفرت السجن و بله محمد بن سيريني السجن دار كات والقال خلكي شو حتى امام انس شيشتو كيفن كرو بر نويش داخلي قبري كر و زفري فجره قدي هاتا الجي بي خو زفري هاتا السجن و بيكو سرا عيال خو بدتن ولو يعني 5 دقيقه جي سرا عيال خو ندا خوش كبرات عزيز امر محمد بن سيريني تقريبا بحفته وحفت صال او مرن وختهاتي درغه بي قطاي بر خدای افا مرو وکا بوروي شمالي دنياي گلا گلاكي سويکا بلکي زودي اخرتي گلاكي کومكري بو پشت مرني او عذاب قبري او طارستان او 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 اوگر او پيتو غوريا يعني يا جهنم محمد بن سيريني ازادكي گلا گلاكي مازن او عملكي صالحي کومكري بو چنده خوشک برایت عزيز حفصه بن راشد ابا جنكا گلا گلاکا يا يعني يا جامير ويا باقج وبجين ويا عبادات كار نافو دنجويت كتاب هذا هاي ويت هين يعني حفصة بن راشد بيشتن ما جيرانا كهبي تقولتني مروان المحملي مروان بن محملي جي إنسانا كي جلا بجا بي. حفصة بن راشد بيشتن مروان المحملي جيران من وفاة كرمره

اش اصحاب اليمين حساب كريم ما بلا اصحاب اليمين باشي غوت بشتي اصحاب اليمين تبريا بلا اصحاب اليمين غوتي باشي شلتاكر غوتي خودي اسبرما بلا المقربين يعني المقربين أزبر ما درجه مقربين اي غوتي تاكيد تلويري غوتي والله من يعني من حسن بصري دي تلويري ومحمد بن سيرين خشك بريت عزيز يعني وهزار جرا بيروز مبارك بتن أي طابعية بيروس أي حسن بصري أي محمد بن سيرين أي إمام شعبي، أي أفيد جيانا خواه همي وكي قوتي ترخان كري بو دين خود تعالى و دعوة و بلافكرنا يا رب العالمين و وصا رحم عدالة خود تعالى يا برقرار بتن اتشار كنار الدنيا دا هزار رحمة سر بن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته